يحلل يحلل. الله يخليك، الله يسلمك يا رب. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الشوط الثاني والجزء الثاني من هذه المباراة التي تجمع كل من جبلة والكرامة هنا في مدينة جبلة، هنا في ملعب البعث. انتهى الشوط الاول بتقدم اصحاب الارض بهدف دون مقابل بعد رأسية كانت صعبة ودخلت المرمى لتعلن التقدم لصالح فريق جبلة. جبلة يقوم باول التبديلات في هذه المباراة، خروج لعبد الإله حفيان ودخول لعبد القادر غريب اللي يدخل هذه المباراة كأول التبديلات في هذه المباراة. تغيير في الأسماء من قبل فريق جبلة، فريق الكرامة، ما هو الحل؟ ما هو المفتاح؟ ما هي الخريطة من أجل الوصول إلى شباك فريق جبلة؟ هكذا هو السؤال للكابتن فجر إبراهيم والحديث داخل أرضية الميدان. أكيد التغيير حاصل لفريق الكرامة من ناحية تكتيكية، ولكن أيضا فريق جبلة صعب في أرضه، يقاتل، يسجل ويصل إلى المرمى ويحافظ على شباكه بدون أهداف. الكرامة بنجومه، الكرامة باسمه، الكرامة بتاريخه، ولكن جبلة، ولكن جبلة لا يستهان به. جبلة، جبلة لا يؤتمن. والكرة العرضية خطيرة لجبلة، عرضية خطيرة، هذه جول، ويحضر كرة جول ولكن تعود. خطيرة 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 خطيرة، الكرة الماضية خطيرة، التصويبة خطيرة، التسديدة خطيرة، محاولة ولكنها هذه المرة إلى خارج أرضية الميدان. المحاولة في اللقطة الماضية كانت قريبة من مهنا، ولو سدد مهنا لكانت أخطر بكثير. تركها وهيأها وتصوبت الكرة من نعنوع ولكن عادت في الخطوط الخلفية. جبلة يصل إلى مرمى فريق الكرامة بسرعة وبسهولة. لا أعلم ما هي الثغرة المتواجدة في الخطوط الخلفية لفريق الكرامة، ولكن على حسب ما أرى أنه ارتكازين فريق الكرامة تامر حاج محمد وأيضا زيد غرير في الخطوط الأمامية، شوية تقدم للأمام يفتح المساحة لعبد القادر عدي ومهنا في الوسط للتحرك بسلاسة، ومن ثم نقل الكرة من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. هكذا هي ممكن الثغرة الدفاعية لفريق الكرامة. شاهدنا أكثر من أربع خمس كرات لفريق جبلة تكون خطيرة على المرمى، ولكن فريق الكرامة أيضا يحاول عن طريق التسديد من بعيد، يحاول عن طريق الدخول والتوغل، ورد السلامة، يوسف قلفة، المتواجدين ما وراء المهاجمين وراء بوكا
الدخول لأكثر من مرة، ولكن لحد الآن لم تنجح سوى كرتين، واحدة لعبد الرحمن بركات والثانية كانت لقلفة. يتحرك فيها الوسط زيد غرير، يعود إلى الخلف لعبد الله الشامي، الشامي يتحرك يتدخل في الخطوط الخلفية عندما يعجز المهاجمين عن القيام بالوظائف المعتادة، يذهب عبد الله الشامي ليكون هو الحل، كما شاهدنا في بطولة درع الاتحاد التي أقيمت على هامش بطولة الدوري والكاس قبل بداية الدوري، كل الفرص وكل الكرات، ولكن الآن نتابع الآن الكرة الكرماوية، لا مجال للحديث، لا مجال للحديث عن الأيام الماضية. فهنا الكرامة يتحرك، وأيضا جبلة يتحرك، مهنا وستوب على الكرة في وسط الميدان، مهنا يحاول يلعبها على اليمين بمحاولة واحدة اثنين، يعود إلى الخلف عند حسين الجويد، تترك الكرة لنور علوش، نور إلى الأمام ولكن سقوط لمهنا، والكرة عند إذن إلى خارج أرضية الميدان، سلامات للاعب الساقط على الأرض. كنا نتحدث عن مهام عبد الله الشامي الهجومية، أنه إذا لم يستطيع المهاجم والمهاجمين المتواجدين في الخطوط الأمامية بالقيام بوظائفهم، يكون عبد الله الشامي كخيار أساسي ومهم للخطوط الأمامية في الدقائق الأخيرة. أنا متأكد إذا بقيت النتيجة على حالها سيكون عبد الله الشامي متواجد في الخطوط الأمامية في الدقائق الأخيرة. عبد الرحمن بركات يقف حائرا، ما هو الحل للوصول إلى المرمى لتعديل النتيجة؟ مضى النصف الأول من هذه المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم جبلة، تتوقف المباراة مع سقوط مهنا، الكرة تعود إلى الخلف عند عيسى الأشقر سهلة، سهلة عند عيسى الأشقر، ومن ثم الكرة تعود لفريق جبلة، طويلة الكرة إلى الأمام، تعود الكرة أمامية، المحاولة والتغطية الدفاعية حاضرة، ومن ثم الكرة تعود على اليمين، لمسة عند زيد غرير، طويلة الكرة ولكنها مقطوعة، لمسة بعد ذلك بمحاولة والدخول، مهنا يحاول إلى الأمام من أجل الدخول إلى الأمام، يا مهنا الكرة الأمامية، تلعب الكرة على اليسار من أجل الكرة عرضية، حمود يحاول، هل سيعود إلى الخلف عند مهنا؟ لف ودار على كورته، مهنا يحاول أكثر ولكن التغطية حاضرة، ومن ثم الكرة في الخطوط الخلفية، الضغط عالي والكرة في وسط الميدان، لمسة أمامية، تلعب الكرة على اليمين بمحاولة ودخول، ولكن الكرة تعود على اليمين، المحاولة عند هيثم اللوز، بهوز محمد يتحرك على اليمين ولكن التغطية أيضا حاضرة. عندما نذكر التاريخ ونتذكر التاريخ، فإن جبلة من الأندية التي ساهمت في انطلاق مسابقة كأس سوريا عام 61، بعد أن عانق اللقب مرة واحدة بعد عناء، وحدث ذلك عام 99 على حساب أشجار فريق حطين بركلات الترجيح، وعلى عكس مسابقة الكأس فقد تأخر حضوره في مسابقة الدوري حتى النسخة 11 في موسم 81-82، كان أول حضور لجبلة في الدوري، ولحد الآن جبلة والكرة الطويلة والتصويبة ولكنها إلى خارج أرضية الميدان، تتحول إلى ركلة مرمى. كما قلنا وتحدثنا أنه في 81-82 أول حضور لجبلة، ولكنه ساد بسرعة قياسية غير متوقعة وعانق اللقب في المحاولة السادسة، إذ أنه بعد تثبيت دعائمه بين الكبار في الحضور الأول، جاء الموسم الثاني والتالي بموسم 82-83 شاقا وكاد أن يهبط لولا قرار اتحاد اللعبة بشطب نتائج نادي المجد. طبعا جبلة هو أول من حاز على بطولة الدوري ثلاث مرات متتالية ابتداء من 86-87، ولكن الآن الكرة تلعب على اليمين، ذكرنا قليلا من التاريخ، وجبلة الآن الحاضر وجبلة المستقبل، سيتحرك في الخطوط الأمامية، جبلة عند عبد القادر عدي، تعود الكرة إلى خارج أرضية الميدان وإلى رمية جانبية لصالح فريق جبلة.
خروج لبهوز محمد، دخول لنصوح نكدالي، يدخل الآن أرضية الميدان نصوح نكدالي. الكرة تلعب إلى الأمام، محاولة بلمسة تغطية حاضرة، تعود الكرة برأسية ومحاولة ولقطة وتغطية على دفعتين. حمود بلمسة عند عبد القادر غريب، يتحرك غريب وليس بغريب على غريب أن يتحرك بشكل جيد في وسط الميدان. يحاول الكرة على اليسار بلمسة جبلاوية، يتحركون جبلة والكرة بلمسة في وسط الميدان، يا عيني على التصويبة، ولكن الكرة تعود بعد أن اصطدمت في زيد غرير. عبد الله الشامي يستقبل الكرة ويلعبها ليورد السلامة. العرجة يعود إلى الخلف، العرجة والكثير من المواهب لفريق الكرامة، المواهب الكرموية والمدرسة الكرموية حاضرة دائما لتخريج الكثير والكثير من الأسماء والنجوم. أتحدث عن مدرسة كبيرة وعريقة خرجت الكثير من الأساطير للكرة السورية. تلعب الكرة من زيد إلى يوسف، قلفة يحاول على اليسار، قلفة والمساحات، يحب المساحات قلفة، يحاول قلفة، دخل قلفة، يا عيني على قلفة، يا عيني على قلفة، الكرة الطويلة خطيرة، عادت لشمالي، اللمسة إلى الأمام، المحاولة كرماوية والكرة الكرماوية عند بوكا، هي يا بوكا، لكن الكرة إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة مرمى لصالح فريق جبل. شوف أول الكرات التي تنقل في الشوط الثاني لصالح فريق الكرامة من الخطوط الخلفية إلى الخطوط الأمامية، هي الكرة الأولى لفريق إلى فريق الكرامة في وسط الميدان، استلمها قلفة، مروا عبر قلفة، لعبها إلى الأمام باتجاه نصوح نكدلي، اعتمدوا فيها على الكرة الثانية والتصويب من بوكا، ولكن الحل من أجل فك الثغرة والمرور إلى الأمام هي الحلول الفردية عند قلفة. تلعب الكرة على اليمين، ورد السلامة، يتحرك السلامة والكرة باتجاه نصوح، عاد نكدلي والكرة إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية جانبية لصالح هيثم اللوز. اللوز يتحرك والكرة على اليمين، زيد غرير، راح غرير، راح غرير، راح غرير، والكرة اللي على اليمين، زيد يحاول، دخل، يا عيني، يا عيني على كرة خطيرة، ولكن الكرة لعبت باتجاه نصوح. نصوح نكدلي والدخول كان مميز. مركز الثقل في الخطوط الأمامية والكرة عند الشيخ يوسف، هذا مصطفى، 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 صفق لمصطفى، صفق لمصطفى الذي يحاول الاختراق لأكثر من مرة، من أفضل اللاعبين في هذه المباراة. بعد تسجيل الهدف الأول من الممكن الحالة النفسية لعبت دور كبير عند مصطفى الشيخ يوسف، وبالتالي يصول ويجول في الخطوط الأمامية. الطليعة متقدم على الوثبة هناك في حمص، 1-0 للطليعة. ركلة ركنية، لصالح فريق جبلة من أجل الهدف الثاني. الآن بكرة عرضية تلعب، التغطية حاضرة ولكنها تعود، حمود، حمود صوبها، حمود مرت إلى خارج أرضية الميدان بعيدة، لمسة وتصويبة ولكنها إلى خارج أرضية الميدان بعد لمسة وتصويبة ومحاولة في اللقطة الماضية، والكرة تعود في الخطوط الخلفية بعد ذلك عند عبد الله الشامي. يتحرك شامي، يلعبها لأحمد شمالي، ينظر إلى الأمام، معاه قلفة ومعاه تامر حاج محمد وأيضا العرجة، يفضل العودة للعرجة على اليمين، تامر حاج محمد، كرة تعود لأحمد شمالي، لمسة في الوسط، محاولة عند تامر حاج محمد، يلعبها إلى الأمام، البينية لم تكن بالشكل المطلوب ولم تكن بالدقة المطلوبة، ومن ثم الكرة بين أحضان عيسى الأشقر، الوقت يمضي والنتيجة ما زالت على حالها، 1-0 لجبلة عن طريق الشيخ يوسف. الكرة في الوسط، نور علوش يفضل العودة إلى الخلف، تعود الكرة الأمامية
لمسة على اليسار من أجل دخول لجبلة من جديد، من أجل اختراق لجبلة من جديد، من أجل فرصة لجبلة من جديد. عبد القادر عدي يحاول نقل الكرة إلى الأمام، تعود الكرة في الوسط، لمسة عند تامر حاج محمد ولكن الكرة تقطع، ومن ثم حسين شويد. حسين والضغط العالي من خلفه، خلفه والضغط على حامل الكرة، ومن ثم الكرة عادت عند عبد الله الشامي. شوف الضغط في وسط الميدان من اللاعبين المتواجدين في الوسط، ومن ثم تعود الكرة لفريق الكرامة في الخطوط الخلفية. تحرك الكرامة. أنا برأيي رغم التأخر بالنتيجة إلى أنه الكرامة كان أفضل في الشوط الأول. هذه وجهة نظر من الممكن أن لا تكون صحيحة، ولكن كما ترون وكما تشاهدون أنه فريق الكرامة في الشوط الأول كان أخطر على المرمى. الكرة تعود في الخطوط الخلفية على كل حال، لمسة عند عبد الله الشامي، طويلة الكرة إلى الأمام، لمسة باتجاه بوكا، عبد الرحمن استقبلها ولكن المساحات ضيقة، ضيقة المساحات، لا مجال حتى لاستقبال الكرة يا عبد الرحمن، والكرة تعود على اليمين بمحاولة ودخول، يا عيني على النجدلي، الرقم 10 يتحرك، الكرة تعود بلمسة عند عبد الرحمن، بركات يطلب نصوح ولكن الكرة تعود في وسط الميدان عند قلفة، مر قلفة ولكنها مقطوعة من عبد القادر عدي، لمسة إلى خارج أرضية الميدان وإلى رمية جانبية. إلى خارج أرضية الميدان، التبديل الأول لفريق الكرامة، خروج ورد السلامة ودخول عبد الملك عنيزان، يدخل عنيزان والكرة في الخطوط الخلفية، لمسة بعد ذلك على اليمين بمحاولة للدخول وللتقدم أكثر من أجل الكرماويين، تلعب الكرة على اليمين بأول لمساته عنيزان، صافرات التوتر من قبل المشجعين والعاشقين والمحبين لجبلة، والكرة بتصويب زيد غرير، يصوب الكرة ولكنها بعيدة إلى خارج أرضية الميدان. طبعا مع دخول عبد الملك عنيزان هو التبديل الثاني لفريق الكرامة، الأول كان نصوح نجدلي اللي دخل بديلا من بهوز محمد، ومن ثم دخل عبد الملك عنيزان بديلا لورد السلامة، أصبح تبديلين لفريق الكرامة. وأيضا فريق جبلة في تبديله الأول كان بدخول المتواجد شوف في وسط الميدان عبد القادر غريب، الكرة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك على اليمين بمحاولة وارتقاء عالي من عبد الملك عنيزان، والكرة على اليمين بدخول ولكنها مقطوعة، لمسة عادت في الوسط طويلة إلى الأمام، تلعب الكرة على اليسار من أجل الدخول ولكنها إلى خارج أرضية الميدان، محولة إلى رمية جانبية لصالح فريق الكرامة. تامر حاج محمد من 2009 لم يستطيع الكرامة الفوز في ملعب البعث، الكرة على اليمين بمحاولة ودخول خطيرة للكرامة، نصوح دخل، نصوح راه نصوح ولكن الكرة تعود في وسط الميدان، الدخول كان من نصوح نجدلي والكرة إلى الأمام للكرامة، الاستحواذ أكبر لفريق الكرامة والضغط للكرامة، جبلة قافل على المباراة في الخطوط الخلفية ولكن الكرة تعود كانت قريبة من قلفة ومن ثم شمالي بمحاولة ودخول، يسقط شمالي وخطأ لصالح فريق الكرامة، يسقط شمالي وخطأ لصالح فريق الكرامة في الجبهة اليسرى. نتابع الآن خطأ لصالح فريق الكرامة، يوسف قلفة على التنفيذ، قلفة يا قلفة من أجل الذكريات، يا قلفة من أجل التاريخ، يا قلفة تلعب الآن الكرة من يوسف قلفة، العرضية حاضرة خطيرة على الخط، وقفت على الخط الكرة يا يوسف، وقفت على الخط الكرة يا قلفة، الكرة الماضية كانت خطيرة من يوسف قلفة ولكن الإبعاد كان من عيسى الأشقر في اللمسة الأخيرة وفي النفس الأخير، والكرة عادت جبلاوية في الخطوط الخلفية. إلى خارج أرضية الميدان
المحاولة تعود في الخطوط الخلفية بعد ذلك للكرامة. عبد الله الشامي، المساحات المفتوحة أمامه، فريق الكرامة يتحرك. طبعا فريق الكرامة لا داعي للحديث عن التاريخ، ولا داعي للحديث عن الأمجاد، ولا داعي للحديث عن الذكريات، ولكن في هذا اليوم، وفي طبعا في هذا اليوم من سنوات وسنوات لنذكر ونتذكر، ولكن بعد هذه الكرة، ولكن بعد هذه الكرة الشبلاوية، شيخ يوسف يحاول يلعبها خطيرة، صعبة 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 صعبة. سقط عبد القادر عدي، وسقطت الأحلام الشبلاوية بتعزيز النتيجة. الكرة الأمامية كانت خطيرة وكانت صعبة. قلفة يحافظ على كورتو، يتحرك قلفة، يدور حول نفسه، يلعب الكرة لنصوح، نكدلي لقلفة بلمسة أمامية باتجاه عبد الرحمن، خطيرة يا بوكا، ولكن الإبعاد من حمود، والكرة اللي على اليمين، الإرسال والعرضية حاضرة خطيرة، ولكنها يا عين يا عين. الله 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 الله، يا عيني على عيسى ويا عيني على الأشقر، واحدة بواحدة بالصدر بكل ثقة يتعامل مع الكرة في اللقطة الماضية. توقف المباراة والتبديل لفريق جبل الآن. حيدر محمد سيدخل الآن أرضية الميدان بدلا من صاحب الرقم 10 مهنا. خروج لمهنا ودخول حيدر محمد. اليوم هو الثامن من الشهر الحادي عشر، هو اليوم الذي لن يفارق خيال الكرماويين. في مثل هذا اليوم واجه الكرامة فريق تشومبوك الكوري في قمة مباريات أبطال آسيا في عام 2006، يومها يوم لفت الكرامة وأنظار العالم لفريق جديد، يوم لفت الكرامة أنظار العالم لفريق جديد يقارع فرق آسيوية كبيرة ويتجاوزها، وتحديدا في حمص هناك في ملعب خالد بن الوليد. وفي لحظة بغفلة دفاعية نجح البرازيلي زي كارلوس المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكوري من إنهاء حلم أيقظ مشاعر كل السوريين وقتها، متأملين بزعامة آسيا من جديد من خلال زعيم الكرة السورية، وبمجموعة حمصية مطعمة بالبرازيلي فابيو في الخط الخلفي. ولكن الذكريات لها ذكريات مضت وراحت وعدت عليها وعد عليها الزمان، ولكن نتمنى أن يعود الكرامة إلى ما كان عليه. الكرامة يعني التاريخ، الكرامة يعني الأصالة، الكرامة يعني الذهب، الكرامة يعني هدف، الكرامة يعني تعادل، يعني تعادل، يعني تعادل، يعني عنيزان. الكرة في المرمى يا عبد الملك عنيزان، لب 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 على طريقة البرازيلية. ذكرنا فابيو فظهر عبد الملك عنيزان، فظهر لنا عنيزان من أجل التعادل للكرامة. الكرامة يعني التاريخ، الكرامة يعني الأصالة، الكرامة يعني الذهب، الكرامة يعني العدية. اكتبوا على أبواب العدية، الكرامة عاد إليكم من جديد. اكتبوا على أبواب العدية، الكبير عاد إليكم من جديد. العنيزان في أول لمساته يعود ويعدل في المباراة، أصبحت 1-1، التعادل للكرامة. في كورة وفي غفلة وفي لمسة يسجل الكرامة، واسمع أصوات الكرماويين، اسمع أصوات الكرماويين، صوت الكرامة يعلو في البعث، والكرة في الخطوط الخلفية. كرة طويلة بمحاولة في وسط الميدان، نور علوش والكرة اللي على اليمين، 1-1 أصبحت النتيجة بين الفريقين. نور علوش يلعبها إلى الأمام، لمسة في وسط الميدان، العودة إلى الخلف، عبد الملك عنيزان، والكرة عند حيدر بلمسة ومحاولة عند جويد، تلعب الكرة على القائم البعيد ولكنها سهلة عند حسين رحالة. الوقت يمضي والنتيجة تعادل، أصبحت نقطة بنقطة. أصوات الكرامة، أصوات الكرامة، والكرة عند أبوك عبد الرحمن في الخطوط الخلفية.
واللمسة عند الليث علي يلعبها على اليمين بمحاولة حيدر محمد. كرة طويلة ستلعب ولكنها بعيدة إلى خارج أرضية الميدان. شمالي تامر والكرة إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية جانبية. كرة في الخطوط الخلفية. كل مباريات الجولة النتائج فيها 1-1. الجيش والأهلي وطليعة، ولكن الآن الثاني، الآن الثاني. يا بوكا يا بوكا يا بوكا يا بوكا. على غفلة يظهر الكرامة اليوم، على غفلة يظهر الكرامة اليوم. للكرامة، للكرامة حلم لن يغيب، للكرامة حلم لن يضيع. من أجل العودة يا كرامة من بعيد. إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة ركنية. نتابع الآن الركلة الركنية. تلعب الكرة العرضية حاضرة خطيرة لفريق الكرامة، ولكن الإبعاد، ومن ثم الكرة تعود في الخطوط الخلفية. كرة تلعب في الوسط. مرعلوش والكرة عند عبد القادر عادية. تحرك عادية، يحاول عادية بلمسة إلى الأمام عند حسين. هذا جويد يلعبها إلى الأمام ولكنها مقطوعة، والكرة في وسط الميدان. هذا نصوح، يحاول نصوح المرور، خطير جدا نصوح نجدلي، يحاول المرور يا عيني على كرة بينية لعبت إلى الأمام خطيرة، ولكنها بين أحضان عيسى، ولكنها بين أحضان عيسى الأشقر. الكرة التي تلعب إلى الأمام، ومن ثم الكرامة يسجل هدف التعادل. تتحرك المباراة، جبلة متعادل في أرضه، والكرامة يلعب برجولة كما يقول الجمهور. تلعب الكرة في الخطوط الخلفية. المحاولة باتجاه شمالي ولكن إلى خارج أرضية الميدان سهلة. عبد الله الشامي. كرة تعود عند عبد الله مرة أخرى. الشامي يتحرك في الخطوط الخلفية، ومن ثم الكرة التي تلعب إلى وسط الميدان عند نصوح نجدلي. يحاول نجدلي. 71 دقيقة مضت من عمر المباراة، والكرة الأمامية التي تلعب إلى الأمام سهلة بين أحضان حارس المرمى. كرة تعود في الخطوط الخلفية. يوسف قلفة. يتحرك قلفة يلعبها إلى الوسط. حاول عند زيد غرير. أشمل الأغاني، الأغاني الساحلية بلهجة حمصية. اسمع أصوات الكرمويين. عبد الملك نيزان يصوب ولكنها إلى خارج أرضية الميدان. حسين الجويد والكرة لجبلة. حيدر إلى الخلف. في وسط الميدان عبد القادر. يتحرك غريب والكرة اللي على اليمين. لمسة مقطوعة والكرة في وسط الميدان. في وسط الميدان. تامر حاج محمد.
يلعبها الى الامام لنصوح نكدلي، وحاول فيها نكدلي يلعبها ويتركها على اليمين عند عبد الملك عنيزان، مسجل هدف التعادل. والكره الاماميه التي تلعب الى الكابيتانو تامر حاج محمد، ولكنها سهله سهله، والكره في الخطوط الخلفيه. جويد غير جهه لعب تماما، كره على اليسار، جبله بدا يتحرك في الخطوط الاماميه، لمسه من عبد القادر عدي، ولكن الكره تعود في وسط الميدان. يوسف قلفة يتحرك، قلفة يلعبها لنصوح، كرة على اليمين. شوف شوف الفوارق الفنية بدأت تظهر، قلفة ونصوح واللمسات في وسط الميدان، ومن ثم العودة إلى الخلف. الكرة على اليمين بمحاولة ودخول نصوح تامر، والكرة طويلة وسهلة عند حارس المرمى. كرة طويلة تلعب إلى الأمام، التعب بدأ يظهر وبدأ واضح على لاعبي فريق جبلة. والكرة اللي على اليمين عبد الملك عنيزان، يحاول واحد على واحد عبد الملك عنيزان، لعب الكرة العرضية خطيرة، ولكن الإبعاد إلى وسط الميدان عند عبد القادر عدي، سيطر عليها عبد القادر، يعيني على الهدوء ويعيني على نقل الكرة بشكل جيد. تلعب الكرة الأمامية هذه المرة عند الشيخ يوسف، دخل الشيخ يوسف، يعيني على المرور، يعيني على كرة أمامية خطيرة داخل المنطقة والدخول، ولكنها بالإبعاد والتدخل من يوسف قلفة إلى خارج أرضية الميدان. إذن تبديل لصالح فريق جبلة، سلامات يوسف قلفة الساقط على الأرض بعد مباراة بمجهود بدني عالي قدمها اللاعب اليوم، على ما يبدو شد عضلي بسيط، أتمنى المتابعة في هذه المباراة. سيدخل علي محمد في هذه المباراة، خمسة وسبعين دقيقة لعب بين الفريقين. أيضا تبديل للكرامة، دخول محمد صراقبي بدلا من يوسف قلفة. يوسف قلفة يخرج بديلا في هذه المباراة، ويدخل محمد صراقبي. نتابع الآن 20 و17، سيدخلان الآن أرضية الميدان لفريق جبلة. أتحدث عن علي محمد وجعفر ياسين، التبديل إجباري وضروري لفريق جبلة، لأنه الفوارق البدنية بدأت تظهر. خروج عبد القادر عدي، تابع الآن المباراة، ومن ثم الكرة تعود جبلاوية في الخطوط الخلفية أو كرموية، تعود الكرة في آخر دقائقها والمباراة في آخر الثواني، ما يقارب ال 12 دقيقة على نهاية المباراة. الكرة تعود عند عبد الله الشامي لمحمد صراقبي في أولى لمساته في هذه المباراة. تلعب الكرة عند تامر حاج محمد، محمد يحاول يلعبها على اليمين بمحاولة ودخول إلى الأمام، لمسة بمحاولة هذه المرة عند عبد الملك عنيزان، والإضافة المميزة عنيزان، والإضافة التي أعطت حتى الإضافة على
على شريط النتائج، غير المباراة وغير حتى طريقة لعب الجبهة اليمنى. نشيط هذا اللاعب عندما يدخل يعطي الفارق الصحيح والكامل لفريق الكرامة. تابع الآن ركلة ركنية لفريق الكرامة. تابع الآن الكرة العرضية حاضرة لعبد الله الشامي، ولكن الكرة تعود بتغطية، ومن ثم الكرة عند عبد الرحمن بركات يتركها إلى خارج أرضية الميدان ليكسب رمية جانبية. الكرامة صعب هذا الموسم، صعب وصعب جدا، والكرة العرضية تلعب على القائم البعيد خطيرة، ولكنها بين أحضان حارس المرمى. يجب أن يقتنع الجمهور الجبلاوي بمستوى الفريق في هذا الموسم، مع الاحترام كل الاحترام للاعبين المتواجدين في هذا الفريق هذا الموسم، لكن فريق جبلة بعناصر مختلفة عن الموسم الماضي. في مثل هكذا دقائق الموسم الماضي كان فريق جبلة يضغط على الخصم باختلاف النتائج، إن كان متعادل أو حتى متأخر بالنتيجة أو حتى منتصر بالنتيجة، فريق جبلة في هكذا دقائق يكون صعب جدا على الخصوم. ولكن ما نشاهده اليوم عكس المواسم الماضية، فريق الكرامة استحواذ أكبر، التفكير من أجل تسجيل الهدف الثاني في وسط الميدان. عبد أو تامر حاج محمد يتحرك على اليمين، عبد الملك عنيزان بمحاولة عند عنيزان، عرضية على القائم البعيد بعيدة جدا ولكنها قريبة من محمد صراقبي. هذا أبو علي يحاول السيطرة على كورتو، يحاول الدخول يسقط، ولكن صافرة وخطأ لصالح فريق جبلة في الخطوط الخلفية. لم يستغل جبلة الفرص التي أتيحت في الشوط الأول، لأنه كرامة في الشوط الثاني أو حتى بعد 10 دقائق من الشوط الثاني استحوذ، تمكن في وسط الميدان وهاجم بشكل مميز. كرة طويلة تلعب جبلوية، محاولة رأسية، عادت الكرة عند نصوح نجدلي، يتحرك باتجاه عبد الملك عنيزان والكرة اللي على اليمين، عنيزان يحاول عنيزان، وإذا صنع أو سجل عنيزان سيكون البطل الحقيقي للكرماويين في هذه الليلة. الكرة عند تامر بلمسة تلعب على اليمين، المحاولة والدخول واحد على واحد، لم يستطيع المرور من أمام حمود عبد القادر غريب، ولكن كرة غريبة، عادت الكرة عند فريق الكرامة. تامر حاج محمد يلعبها لمحمد صراقبي شمالي، ومن ثم الكرة التي مضت ولكنها تعود. صراقبي سيطر على كورتو في وسط الميدان لتامر، نصوح نجدلي يتحرك نصوح ويلعب الكرة الأمامية، ولكن التغطية حاضرة على دفعتين والكرة الجبلاوية في وسط الميدان خطأ، خطأ لجبلة. فجر إبراهيم يفكر بتسجيل الهدف الثاني والخروج منتصرا في هذه المباراة. جبلة من الممكن أيضا أن يأتي على غفلة، كل شيء متوقع في هذه المباراة. كرة تلعب إلى الأمام، محاولة ورأسية ولكن التغطية حاضرة، ومن ثم الكرة في الخطوط الخلفية عند شمالي بلمس الكرة الأمامية حاضرة، ولكن الكرة تعود بضغط عالي ومن ثم إلى خارج أرضية الميدان إلى 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 رمية جانبية. الكرة تلعب بوكا، الكرة في وسط الميدان عند حديد،
عديد يحاول والكرة اللي على اليمين نور علوش بلمسة بمحاولة تلعب الكرة بكرات قصيرة في وسط الميدان ومن ثم إلى خارج أرضية الميدان وإلى رمية جانبية لصالح فريق جبل. اختلف الرأي بين حكم الراية وحكم الساحة، يعطي الرمية الجانبية لفريق الكرامة عبد الله الشامي والكرة الطويلة إلى الأمام قريبة من ليث علي، ولكن الكرة بالإبعاد إلى خارج أرضية الميدان وإلى رمية جانبية، والكرة إلى رمية جانبية لصالح فريق الكرامة. فجر إبراهيم يسأل عن الدقائق المتبقية، ولكن الكرة في وسط الميدان، محاولة عند هيثم اللوز، الكرامة يتحرك، كرة على اليمين لفريق الكرامة، تترك الكرة في وسط الميدان، هدوء في رتم المباراة خصوصا بعد تسجيل هدف التعادل، لكن هيثم اللوز يحاول قادم من الخلف والكرة العرضية بين أحضان حارس المرمى. كرة تلعب إلى الأمام، عبد الله الشامي والرأسية الحاضرة، والكرة في الخطوط الخلفية عند عبد الله الشامي، والكرة عند تامر حاج محمد القائد الحقيقي للفريق الكرماوي. عندما شاهدت في الأسبوع الماضي قام بتنزيل منشور على موقع الفيسبوك يقوم بدعم أحد اللاعبين الشبان، يتكلم كان عن العرجة، هكذا هي شخصية القائد وهكذا يظهر القائد عندما يدعم الأولاد، عندما يدعم المواهب الشابة، فاعلم أنه القائد الحقيقي خارج وداخل أرضية الميدان. كرة على اليمين، محاولة عند جويد، لمسة أمامية ولكن الكرة بالتغطية من عبد الله الشامي إلى خارج أرضية الميدان وإلى رمية جانبية لصالح فريق جبلة. الوقت يمضي والنتيجة 1-1، 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي من هذه المباراة، والنتيجة إيجابية 1-1 عند عبد القادر غريب. يتحرك غريب والكرة أمامية، تلعب الكرة بمحاولة والدخول على اليمين من أجل إرسال كرة عرضية، الضغط من محمد صراقبي والكرة بتغيير جهة لعب عبد الملك عنيزان، والكرة في الخطوط الخلفية، عبد الملك عنيزان العرجة يشوف تامر حاج محمد ويلعبها لزيد، تامر حاج محمد يلعبها على اليمين، نصوح عبد الله الشامي على اليسار ويطلب من زيد غرير الدخول اكثر، عبد الله الشامي يلعب الكرة الطويلة إلى الأمام، محاولة خطيرة ولكن العرضية حاضرة بين أحضان حارس المرمى. الكرات العرضية لم تكن خطيرة، ومن ثم الكرة في وسط الميدان تلعب عند عبد القادر هاد غريب، يتحرك في الضغط العالي على حمل الكرة لجد شيء، ومن ثم تامر حاج محمد، نور علوش والصراع على الكرة، نور يتحرك في الوسط يعود إلى الخلف سهل عند حارس المرمى عيسى الأشقر. ايضا المخزون البدني قد يكون انتهى للاعبي فريق الكرامه، ومن ثم عبد القادر غريب لنور علوش، والعلوش يفضل العوده لحديد. البطء بدا يظهر في رتم المباراه، والكره اللي على اليسار عند حمود بلمسة في الوسط، محاولة ودخول، 1-2 خدوهات، ولكن الكرامة يعود بالكرة عند عبد الملك عنيزان، عنيزان والكرة اللي على اليمين بمحاولة عند نصوح، نقدلي والكرة الطويلة باتجاه صراقبي يحاول السيطرة عليها، ولكن هناك دفع وهناك خطأ أو تسلل، هناك أوفسايد على محمد صراقبي، كان في موضع تسلل في اللقطة الماضية. علي سليمان
سيدخل الآن أرضية الميدان بدلا من من هو اللاعب البديل. نور علوش نور علوش هو البديل الآن. سيدخل علي سليمان في هذه المباراة. خطة لصالح فريق جبلة في الخطوط الخلفية. تلعب الكرة الأمامية بمحاولة والتغطية من عبد الله الشامي ولكن إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية جانبية. ما زالت النتائج على حالها 1-1 في كل المباريات. الوثبة والطليعة، الجيش والأهلي، جبلة والكرامة هنا في مدينة جبلة هنا في ملعب البعث. والآن الهدف الثاني لصالح فريق الأهلي. يتقدم الأهلي وصراع الصدارة على ما يبدو قد بدأ. الكرة تلعب إلى الأمام، الأهلي يتقدم بالنتيجة والآن الكرامة متعادل. صراع الصدارة على ما يبدو قد بدأ. الكرامة والأهلي وصراع الصدارة بين الكبيرين بين الزعيمين. 5 دقائق على نهاية المباراة بوقتها الكامل والإضافي. خمس دقائق إذا سجل فيها الكرامة ستكون المباراة التي تعطي نفس الانتصار لفريق الكرامة. وإذا بقيت النتيجة على حالها سيكون لجبل النصيب بأخذ نقطة أمام غريم، أمام فريق، أمام الكرام الكبير والعنيد صاحب التاريخ وصاحب الحاضر اللي سنشاهده في الأيام القادمة الكبير والكبير جدا. كرة عند علي سليمان يلعبها إلى الأمام، هذه خطيرة ولكن لا يوجد مساواة. يشير إلى المتابعة مرة أخرى. محمد قنا يشير إلى المتابعة مرة أخرى. بعد كرة ودخول وسقوط داخل المنطقة ولكن تترك اللقطة للمحللين وللخبراء التحكيميين. دخول وتوغل وسقوط والحكم محمد قناة يشير إلى المتابعة في اللقطة الماضية. توقف للمباراة، توقف للمباراة. ستكون الإعادة متواجدة لديكم أصدقائي عبر شاشة صدى اف ام سبورتس. شوف اللقطة الماضية وشوف الدخول وشوف التدخل، هل هناك ركلة جزاء أم أنها صحيحة؟ قرار الحكم صحيح. على كل حال سيكون حديث الأسبوع، حديث الأسبوع. على كل حال الحالة ستكون حديث الأسبوع. نتابع الآن وتتوقف المباراة بعد كرة ماضية، بعد دخول وبعد تدخل. كما طالبت في الموسم الماضي بتقنية فيديو حتى وإن كانت مصغرة، أعود لأطالب من جديد كل المعنيين وكل القائمين على الكرة السورية. الفار ضروري يا جماعة، الفار ضروري يا جماعة. في مثل هكذا حالة يعود الحكم إلى تقنية الفيديو ليؤكد الحالة إن كانت صحيحة أم غير صحيحة. يعني في كل مرة
نضع الحكام ونضع القائمين على اتحاد كرة القدم وعلى لجنة الحكام وكل القائمين تحت مصيدة الانتقاد في كل مباراة وفي كل حالة تحكيمية. من أولويات نجاح الكرة السورية هي تقنية فيديو. نتمنى من القائمين حتى نتمكن من تطوير الكرة السورية. إذا أردنا أن نتطور في الكرة السورية فعلينا أن نؤمن مقومات النجاح. ضربة جزاء هاي لك هاي شو اسمها؟ كلمة العاهرة محمد. هوني عفوك الجزاء ضعيف حتى إذا أشهدك بالله ما أنا جزاء مليار بالمية. إذا نتابع الآن ونعود إلى المباراة. سنعود إلى المباراة. الحوار ما زال والحوار قائم بين الفنيين وبين الحكام وبين اللاعبين وبين الجماهير. الجماهير الكرماوية تنظر وتنتظر متابعة المباراة، وجماهير جبلة تطالب بركلة جزاء. النتائج على حالها كما تحدثنا وتكلمنا عنه. نتابع الآن محمد قنا، هل سيكون هناك حوار؟ بطاقة صفراء على عبد الرحمن بركات. لحظة بلحظة مع حكم الساحة بقراراته. الآن بطاقة صفراء بعد الحوار بين بوكا وبين سيد اللقاء محمد قناة. هل الإعادة ستكون فيها إفادة للجماهير التي تتابع البث عبر صدى إف إن سبورتس؟ نتابع الآن ونعود إلى المباراة بعد حوار طويل وبعد حوار مطول. نعود إلى المباراة بدون ركلة جزاء، متابعة والنتيجة 1-1. الليث علي على تنفيذ الخطأ لصالح فريق جبلة. تلعب الكرة على اليمين عند حسين الجويد. الجويد والكرة التي تلعب إلى الأمام خطيرة خطيرة خطيرة، ولكنها بين أحضان حارس المرمى. تابع الآن الكرة الكرماوية في الدقائق الأخيرة، والكرة في وسط الميدان. تعود الكرة على اليمين. تامر حاج محمد يلعبها على اليمين. عبد الملك عنيزان عرجة وصافرات التوتر وآخر الدقائق في هذه المباراة. تامر والكرة تعود عند العرجة. كرة طويلة تلعب إلى الأمام، الرأسية حاضرة ومن ثم الإبعاد ومن ثم الكرة عند محمد سراقبي، والمحاولة إلى الأمام والكرة تلعب إلى الأمام مرة أخرى. المحاولة بالدخول، الكرة عند عبد الله الشامي بالإبعاد إلى خارج أرضية الميدان، واللمسة إلى خارج المنطقة وإلى رمية جانبية. تتوتر المباراة ورمية جانبية. كرة عند علي سليمان ينقلها إلى الأمام. ورايا وتسلل، رايا وتسلل. نتابع الخطأ لصالح فريق الكرامة بعد التسلل في اللقطة الماضية. كرة تلعب على اليسار عند أحمد الشمالي، يحاول فيها شمالي ومن ثم إلى سراقبي. دخل سراقبي، راح سراقبي، يحاول أبو علي إرسال الكرة العرضية، ولكن تلعب الكرة خطيرة باتجاه شمالي، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة مرمى. اعرف في مرتك هاي بتشوفها.
بالعكس يا رب. الكرة تلعب إلى ركلة مرمى لصالح فريق جبلة. طويلة الكرة إلى الأمام. مرت ولكن التغطية عادت من تامر حاج محمد. تلعب الكرة الأمامية رأسية من سليمان هدى علي، ولكن الكرة الأمامية مرة أخرى بالصراع في وسط الميدان والضغط على حامل الكرة. عادت عند عبد القادر هد غريب، فضل العودة إلى الخلف. كرة تلعب بتغيير جهة لاعب، كرة على اليسار، هل سيمر من أمام نصوح؟ كرة إلى الخلف ومن ثم بمحاولة في الوسط. شوية في اللقطة الماضية حيدر محمد يلعبها في وسط الميدان عند الليث علي، لف ودار، والكرة اللي على اليمين بمحاولة تلعب إلى الأمام. شيخ يوسف صاحب الهدف الأول. جبلة يتحرك، جبلة يتحرك، والسقوط والمتابعة. عادت الكرة عند محمد صراقبي، هات صراقبي والمرتدة، شوف المرتدة شوف، والكرات التي تلعب إلى الأمام بتجي عبد الرحمن بركات باتجاه صراقبي مرة أخرى، ولكن التغطية من حديد إلى خارج أرضية الميدان، والحكم يعلن عن نهاية المباراة. كل التحية لكم أصدقائي المشاهدين، كل التحية من كادر صدى اف ام، والسلام عليكم ورحمة الله.